تشرف علينا سعد بشار لزيارته لناحية القوش والتقى بالمسؤولين مدراء دوائر الماء والكهرباء، وبإضافة ذلك إلى مجلس ناحية القوش، وتدارس عن مجموعة المشاكل اللي تعرضها المشاريع المي اللي هي أساسية في حياة المجتمع ومن البنى التحتية لتمس حياتهم. كل الصعاب والمشاكل السيد بشار حاول دللها وحاول قدر الإمكان نعالج المشاكل مالتنا بالعلاجات السريعة والفورية عن طريق التعاون مع الدوائر مع بعضها البعض في سبيل أن نقدم أفضل خدمات للمواطنين، وعزلنا أن تكون خدمات المواطنين بالدرجة الأولى قبل ما تكون عندنا أي عوارض ثانوية تعرضنا وتصد حركتنا بالشغل. زارنا رئيس مجلس محافظة نينوى إلى مجلس ناحية القوش باستضافة مدراء الدوائر المعنية الكهرباء والمي، وتم المناقشة حول المواضيع والطلبات المواطنين في المنطقة، وأصبحت المناقشة حوالي 3 ساعات لكون وصلوا على نتيجة إن شاء الله تكون محلولة. بعد ذلك يقومون مدراء الدوائر ينفذوها، يبدأون بعمل التنفيذ، وأن يكون المواطن المنطقة يكون راضية على هذا الاجتماع إن شاء الله.